لله. هيا إذن، عقب انتهاء العرض الجماعي لفئة الأمهار بعمر 3 سنوات، يبدأ الآن العرض الفردي لكل مهر على حدة. We're starting an individual presentation called 3 years old. إذن كما نشاهد الآن، هي لحظات أعضاء لجنة التحكيم يقومون بتسجيل نتيجة كل مهر على حدة. التقييم يشمل الهوية العربية، الرأس والرقبة والحركة. Thank you, handler. Next, please.
Thank you, handler. Next, please. إذن نشاهد هنا يتوقف العارض عند لجنة التحكيم ليعرض الجواد وهو واقف من إظهار الجسم وخط الظهر والقوائم والرأس والرقبة بأفضل شكل ممكن، ثم يختم عرضه بالمشي بخط مستقيم والعودة بنفس الطريقة. في هذه اللحظة يكون كل حكم قد كتب تقييمه ودرجاته، وترسل التقييمات مباشرة للجنة التي تجمع درجات الحكام لتحصل على متوسط الدرجات التي يعلنها المعلق كما أفعل معكم. لدى كل حكم من الحكام في الساحة 100 درجة لكل رأس مشارك، مقسمة على 5 أجزاء رئيسية: 20 درجة للهوية العربية، و20 للرأس والرقبة، و20 للجسم المثالي وخط الظهر، و20 للقوائم السليمة، و20 لنمط الحركة وروعتها. نتيجة المهر رقم 166 دبليو آي كنز، الأب شالدريم ديزرت، والأم دبليو بي فام أند فورتن، المالك مازن الفايدي مربط المازن المملكة العربية السعودية. نسمع الهوية العربية 19.5 مرتين 20 19.5 4 مرات، الرأس والعنق 19.5 مرتين 20 19 19.5 3 مرات، الجسم 17.5 18.5 مرتين 19 18.5 مرتين، القوائم 16 15.5 مرتين 16 15.5 16 مرتين، الحركة 19.5 20 19.5 5 مرات. مجموع النقاط لدبليو اي كنز، أوه واو جريت، 92.60، برافو. توتال سكور دبليو اي كنز 92.60، نيكست كول ان جود لك. المنافسة حامية بهذه الفئة، حمي الوطيس على قولتنا، وموفقين جميع. إذن نتيجة المهر رقم 167 رشيد الباهية للأب شنغهاي إي إي، والأم إي جي ريدا، للمالك أسعد السعدون مربط التامري المملكة العربية السعودية.
الهوية العربية 18 ونص مرتين 19 18 ونص مرتين 19 18 ونص. الرأس والعنق 18 ونص مرتين 19 18 مرتين 19 18 ونص. الجسم 17 17 ونص 18 17 ونص، 4 مرات. القوائم 15 3 مرات 15 ونص 15 3 مرات. الحركة 18 مرتين 18 ونص 5 مرات. مجموع النقاط لرشيد الباهية 88. توتال سكور فور رشيد الباهية 88. Thank you, Hunter. Next call, please. إذن نتيجة المهر رقم 168 عادل أكمل للأب شنغهاي إي إي والأم إتش إتش سي علي كي، للمالك صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود مربط أكمل المملكة العربية السعودية. الهوية العربية 19 ونصف 19 19 ونصف 18 ونصف 19 19 ونصف مرتين. الرأس والعنق 19 ونصف 19 19 ونصف 18 ونصف 19 ونصف 19 مرتين. الجسم 18 4 مرات 17 ونصف 18 مرتين. القوائم 16 15 ونصف 16 مرتين 15 15 ونصف مرتين. الحركة 19 ونصف 20 19 ونصف مرتين 19 مرتين 19 ونصف. مجموع النقاط لعادل أكمل المركز الثاني المؤقت رائع 91.60 total score for عادل أكمل 91.60 second place so far.
Thank you, handler. Next, next. نتيجة المهر رقم 169 برزان العنا للأب ألكساندر والأم اتش دي سي جيانا للمالك أحمد الرويشد مربط الراشديات المملكة العربية السعودية. الهوية العربية 19-18-19-18-19 ثلاث مرات. الرأس سواء العنق 19-18-19-19-19 ثلاث مرات. الجسم 17.5 × 5 × 17-18. القوائم 15 مرتين 15.5 × 15 3 مرات 15.5. الحركة 19.5 × 3 مرات 20 19.5 × 3 مرات. مجموع النقاط لبرزان الأعنة 89.90. Total score for برزان الأعنة 89.90. Thank you, handler. Next call, please. Thank you, handler. Next, please.
للأسف تم استبعاد المهر رقم 172 وذلك للعرج. Unfortunately, elimination for court number 172 cause of the lameness. نتيجة المهر رقم 170 زايد الزايد للأب بديع الهواجر والأم أس أس دانا المالك سعد العايض المملكة العربية السعودية. الهوية العربية 18.5 مرتين 19.5 19 3 مرات 18.5 الرأس والعنق 18.5 19.5 20 19 19.5 مرتين 19 الجسم 17 17.5 6 مرات القوائم 14.5 14 15.5 15 14.5 15 14.5 الحركة 18 17.5 3 مرات 18.5 18 18.5 مجموع النقاط لزايد آل زايد 88.20 توتال سكور فور زايد آل زايد 88.20. نتيجة المهر رقم 171 هتان HSN للأب مجلاد الثالث والأم علي المرابع للمالك عثمان الدهامي المملكة العربية السعودية. الهوية العربية 17.5 مرتين 18.5 17.5 مرتين 18 18.5 الرأس والعنق 17 17.5 18 17.5 3 مرات 18.5 الجسم 17.5 17 17.5 5 مرات القوائم 14.5 14 14.5 3 مرات 15 مرتين الحركة 18.5 17.5 18 17 17.5 18.5 مرتين مجموعة النقاط لهتان HSN 85.50 توتال سكور فور هتان HSN 85.50. Thank you, handler. Next call, please.
نتيجة المهر رقم 174 بلال السيد للأب إدنسي والأم بنت سيدكشن اتش بي في، للمالك مربط السيد للخيل العربية الأصيلة المملكة العربية السعودية. الهوية العربية 19.5 3 مرات 19 3 مرات 19.5 في الرأس والعنق 19.5 3 مرات 19 19.5 19.5 19.5 الجسم 17.5 4 مرات 17 17.5 18 القوائم 16 15.5 مرتين 16 15 15.5 مرتين الحركة 18.5 3 مرات 19 18 18.5 19 مجموع النقاط لبلال السيد 90.40 المركز الثالث المؤقت. توتال سكور فور بلال السيد 90.40 ثيرد بليس سو فار. نتيجة المهر رقم 173 جوهر السيد للأب ألكسندر والأم جوهرة الصحراء، المالك حسام الراشد مربط الحسام للخيل العربية الأصيلة المملكة العربية السعودية. الهوية العربية 19 مرتين 19.5 4 مرات 19 الرأس والعنق 19 مرتين 19.5 19 19.5 مرتين 19 الجسم 18 مرتين 17.5 18 This program is offered by 15 مرتين 15.5 16 15 15.5 مرتين الحركة 19 5 مرات 19.5 19 مجموع النقاط لجوهر السيد 90.80 Good المركز الثالث المؤقت. Total score for Johar Al-Sayed 90.80 third place so far. وتبقي نتيجة أخيرة. Thank you Ikaho judges, thank you ringmasters. This program is offered by نتيجة المهر الأخير في هذه الفئة رائع جدا رقم 176 دي شجي الأب دي جرناس الأم دي شيرين المالك هجاس هجلان آل هجلان مربط الهدف في المملكة العربية السعودية. الهوية العربية 19.5 من جميع الحكام الرأس والعنق 19.5 من جميع الحكام أيضا الجسم 18.5 3 مرات 18 مرتين 17.5 18 القوائم 16.5 15.5 مرتين 16 15 15.5 15 الحركة 19 19.5 19 19.5 مرتين 19 مرتين مجموع النقاط
لا لا نقول ألف مبروك المركز الثاني 91.90 well well done bravo total score for دي شدي 91.90 congratulations. إذن ألف مبروك المركز الأول وبطل هذه الفئة للأمهار بعمر 3 سنوات نتيجة 92.60 WI كنز. ألف مبروك. ألف مبروك المركز الثاني المهر رقم 176 دي شجي بنتيجة 91.90. ألف مبروك المركز الثالث المهر رقم 168 عادل أكمل بنتيجة 91.60. ألف مبروك المركز الرابع المهر رقم 173 جوهر السيد بنتيجة 90.80. ألف مبروك المركز الخامس أيضا لمربط السيد بلال السيد بنتيجة 90.40. يتوج أبطال هذه الفئة نائب رئيس اللجنة المنظمة صاحب السمو الأمير سلمان بن فيصل آل سعود. Prize giving by Vice President of the Organizing Committee, His Highness Prince Salman bin Faisal Al Saud. إذن ألف مبروك المركز الأول بنتيجة 92.60 WA كنز. ألف مبروك أستاذ مازن الفايدي مربط المازن. Congratulations, first place WA كنز with a score of 92.60. ألف مبروك المركز الثاني المهر رقم 176 دي شجي بنتيجة 91.90. ألف مبروك أستاذ هجاس الهجلان مربط الهدف. Congratulations, second place دي شجي with the score of 91.90. ألف مبروك المركز الثالث المهر رقم 168 عادل أكمل بنتيجة 91.60. ألف مبروك صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود مربط أكمل. Congratulations عادل أكمل third place with a score of 91.60. ألف مبروك المركز الرابع المهر رقم 173 جوهر السيد بنتيجة 90.80. ألف مبروك أستاذ حسام الراشد مربط الحسام للخيل العربية الأصيلة. Congratulations fourth place جوهر السيد with a score of 90.80. ألف مبروك المركز الخامس المهر رقم 174 بلال السيد بنتيجة 90.40. ألف مبروك مربط السيد للخيل العربية الأصيلة. Congratulations fifth place and last بلال السيد with a score of 90.40.
ألف مبروك لمن توجوا بالخمس مراكز الأولى ولمن تأهلوا من أصحاب الثلاث مراكز الأولى إلى المنافسة يوم غد في ختام هذه البطولة، هذا المهرجان السعودي للجواد العربي 2023 عبية الدرعية. الفئة القادمة الفئة العاشرة للأفحل بعمر 4 إلى 6 سنوات.